السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ حياكم الله. هذا فيديو الحين حبيت اني يعني ارسم لوحة عن منظر كذا شفته في اثناء زيارتي في مصر الشهر اللي فات، وعجبتني الصورة هذه صراحة، وانا لقطتها واخذت المنظر هذا كذا منظر، وهذا المنظر اللي اخترت اني ارسم بالالوان المائية. طبعا معروف ان الالوان المائية من اصعب الالوان الواحد يتعامل معها، صعوبتها تجي في عدم تحكم الواحد بها، يعني فيها كثير من الشفافية، وفيها كثير من الـ من الـ من الـ من الـ يعني تخلي الفرشة تنطلق من حالها، يعني ما تقدر تتحكم فيها. ففي هذا المنظر انا بديت الان اسوي، اول اخذت تخطيط كده سريع بقلم رصاص طبعا، بس عشان احدد مواقع الاشياء، بعدين بديت افرد الوان كده اللي هي الوان سريعه، واعمل حسابي انه المناطق اللي ابغاها فاتحه اخليها لونها ما يجيها اللون، عشان تبقى فاتحه قدر الامكان، لانه فيها الانعكاسات النوريه النور. وبعدين أبدأ أشتغل في الأماكن اللي أبغاها غامقة زيادة، برضو أبدأ أركز عليها أكثر. ومن هنا أبدأ لما أشوف أنا مثلا المنظر اللي برسمه، أغبش عيني شوية أشوف إيش اللي very dark وإيش اللي فيها إضاءة أكثر. جمال الألوان المائية الشفافيات صراحة، وهي ألوان مرة سنسيتيف، مرة حساسة، يعني في اللمسة خلاص انحطت ما تقدر تعيدها تاني مرة، أو صعب إنك ترجع تعدلها. فهنا التقنيات كثيرة من خلال ممارسة الألوان المائية صراحة تعلمتها شوية، إنه لقيت الألوان المائية جدا جميلة لما تشتغلها وهي مليانة موية، مليانة يعني رطبة جدا، يعني ما يكون فيها يعني ما اشتغل فيها على الناشف، يعني لازم تكون الورقة رطبة، كل شيء رطب، لدرجة اني اجيب بخاخ الموية وديها كل فترة وفترة موية زيادة عشان تبدأ الالوان تندمج مع بعضها. طبعا زي انتم ملاحظين الان قاعد اركز على المواقع اللي فيها شادوز اكتر، وهذا الشيء جدا مهم في انه يعمل لي الكونتراست، مره مهم، يعني يمكن البساطه والجمال في الالوان المائيه انها يعني ما فيها تفاصيل كثير، فيها تجريد اكثر، فيها تبسيط لمعظم الاشياء. طبعا بحكم انا احب عمل الواقعيات اكثر، واحب اللوحات اللي فيها يعني أبرز مهارة الأشياء تكون واضحة عندي، يعني حبيت إني أضيف حاجة في التفاصيل هذه. بديت أشتغل في تفاصيل البوت عشان يبان البوت لأنه اختفت، بديت أبدأ أضيف برضو بعض المواقع اللي فيها إضاءة. طبعا انا في البدايه المفروض اكون عامل حسابي انه انا اخلي الورقه هي اللي تعطيني البياض، لكن تيجي مرحله انه انا من كثر ما احط الوان بدات الورقه بدات تاخذ الداركنس، تاخذ الوان غامقه شويه، فبدات اضيف اشتغل باخذت يعني شويه اضيف لون فاتح اكريليك عشان اقدر اخذ الالوان الفاتحه، ما فيها مشكله ان انا ارجع مره ثانيه، لكن هذا يعتبر من الاشياء يعني ما يفضل الواحد يستخدمها كثير في الالوان المائيه، لكن انا اضطريت عشان لقيت ان البوت اختفى معايا. من هنا الصعوبه تيجي في انه الواحد ما هو قادر يتحكم في الالوان، الالوان تخرج من يده، تخرج من في التفاصيل اللي انت تبي تحطها. فبدأت اشتغل على هذا الشيء، وصلت لمرحله انه بديت خلاص ابدا افصل، وهذا الشيء اللي انا ما كنت ابغى اوصل له في هذه اللوحه، انه انا ما ابغى اسوي تفاصيل كثير، لكن الواحد ايش يقول اخذته يعني نفسه انه يبدا ينمق ويطلع بعض التفاصيل، لمعة المويه والاشياء هذه، وبديت اشتغل على هذا الاساس. مع انه في البدايه انا وصلت لمرحله وانا قاعد اشتغل فيها انه انا ما حقدر اسوي اللوحه، كانت صعبه علي، لكن لما بديت اشتغل فيها وبديت افصل خلاص لقيت نفسي
يعني قادر اني اكملها ممكن يطلع منها عمل جميل. والغرض من هذا الواحد يجرب كل الالوان كل الاشياء كل الخامات ما يدري يلاقي نفسه فين. ولازم يعني الواحد يبدا يرسم يشغل يده ما يوقف، ترى يعني هذه الاشياء تزعل شويه ان الواحد يفقد مهارته كفنان وبالذات من ناحيه اللياقه الفنيه. شكرا لتابعتكم هذا الفيديو، ان شاء الله استنوا فيديوهات جديده قريب ان شاء الله.